لا ماشي، لا ماشي عصبي، عندي واحد لان طوليرونس على بيتيز، واحد ما كان واحد جوج الحوايج كتبغيش الغلط، ماشي الغلط، ما كنبغيش لامبريسيزيون لو مانك دو ريغور. وكتعرفي الجو عندنا هي تري كول، الجو المهني تري كول، الناس شويه عليا، انا ما بشوياش عليا فهمتي، عندي مشكل مع داك اللي بشويه عليه. انت غادي في 800 خص اللي معاك يمشي في 1000. وعندي مشكل كبير في الخدمه، لان ما كاين مانك دو ريغور، وعندي حساسيه الكسل، الكسل وقله التمدن. عندك جوج الحوايج، عندي حدات تتماكي البارح في الطوموبيل حبسه دار بيضاء كامله، والله ما غادا في الكولوار الا غادا الناس، كاين اللي كيضحك كاين اللي كيكلاكسون عليها، انا خرج ليا كاع داكشي. غوتي لان قله التمدن عندي ليها حساسيه، يعني شبه عنصري مع هرقاوه، يعني ما كيبغيك. هذا التعبير راه علمي ماشي قدحي، علمي. لو مونك دو سيفيزم كيضحك والله تصح، كيضحكوا الفريق. لا راه كان باقي هنايا ابن خلدون كنت دخلها في التعريفات العلميه ديالو ديال لا سوسيولوجي. شنو الهرقاوي؟ هو قليل التمدن، لو مونك دو سيفيزم، لو مونك دو سيفيزم، وما عندها علاقه بالقراءه بالتعليم ولا بهذا. راه تقدر راه الطوموبيله ديك السيده دايره شي مليون ديال الدرهم البارح، ولكن هي ما ساويهاش فهمتي. المشكل ديال التمدن عندي واحد الحساسيه مفرطه عليه، هذا علاش رقاوه ما كان. غوتي وعبرتي على الراي ديالك، وانت معروف كيعرفوك الناس ما كنسى داك الشيء كامل، كتنساه ما عندك غلط، هما كيحطوها في الخانه ديال متكبر وحاس براسو، وانا راه حساسيه.